ايه ده الشغلانه دي؟ ثواني بقى ثواني، انا ما قلتش حاجه. كده حضرتك الطنبوره التيل قفش في الطنبوره. طب ما توقف. طيب وقف وشوف الطنبوره ايه. اوقف حضرتك وشوف. اركن بس على جنب يا عم. ما تركن، ما انت راكن، انت بتمشي. طب ليه الطنبوره سخنت؟ طب ما تحط فينا معايا ازازه ميه. طيب ميه. لا ما ينفعش ميه تريج على طول. ميه تريج. انت بتهرج ولا ايه؟ بقول لك حبيبي استنى بس، لما بتسخن انت بتخلي برضو العربيه شغاله زي ما هي وتكب ميه. لا والله العظيم حضرتك، لا بكب ميه ولا بتاعي، بس لو احنا درقنا عليها ميه تريج، يبقى حته عاليه حته واطيه، يبقى كده الطنبوره. طيب ما انت اركن في حته مستويه يا عمي. طيب حضرتك اشوف حته على جنب اركن. اهو احنا على جنب، احنا بقالنا ساعه ماشيين على جنب. اركن والنبي، حته ابوك اركن. اركن والنبي. اه هركن في الشمال. اي الشمال ايه؟ الريمي اركن يمين. اه ما ده دايما كان ركنه. اركن شمال. ايه اللي هتركن فيه؟ ما ينفعش تركن شمال ازاي؟ ثواني هلف حضرتك يا استاذ. انت ما بتعرفش تسوق، هتلف ليه؟ يا نهار اسوح بقى علينا.